الله الرحمن الرحيم. أيها الحف الكريم، انطلق قبل قليل شوط الختام، ختام أمسكم بإذن الله تعالى بتواصل الأسماء المميزة وبانطلاقة هنالك المركز الأول سراب لناصر بن عمير بن ناصر رمزان النعيمي، من انطلق شعار مع افتتاحية النداء على أول المراكز. المركز الثاني هنالك التواجد من قبل شديدة فرج بن حمد العوض المري، والمركز الثالث تتواجد صوغة مبارك بن علي بن حمد المري، ورابع المراكز هنالك الشانية راشد بن سعيد بوضحة المري، والمركز الخامس تتواجد بديعة علي بن خالد بن عبد الله بن حمد العطية مع المركز الخامس. إذا هذه الخمسة المراكز المتقدمة، ولكن أرى هنالك متصدرة من انطلقت على خامس المراكز عتيق بن فراب بن قريع المري. نرحب بقدوم شعار بن قريع من وصل مع هذه اللحظات. هذه إذا الخمسة المراكز المتقدمة والمتواجدة في هذا الشوط بقيادة سرابة، من تتسرب مع الصدارة، من تنطلق بسلالة سراب العريقة المعروفة بدولة الإمارات، المنطلقة مع أول المراكز ناصر بن عمير بن ناصر رمزان النعيم يقدم لنا سراب مع هذا أي الانطلاقة المميزة. الثاني المراكز تتواجد الشانية راشد بن سعيد بوضحة المري، ثالثا تتواجد متصدرة لعتيق بن فراب بن قريع المري، رابع المراكز أرى القدوم شديدة فرج بن حمد العوض المري، خامس المراكز تتواجد بهذه اللحظات الجافل ونتمنى لها السلامة من تتواصل مع هذا الشوط الجافل العائدة ملكيتها لجابر بن حسين بن جرحب المري. هذه الخمسة المراكز بندائنا الثاني، ولكن نعود ونتحول إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى أول المراكز. سرابة تتواصل مع الصدارة، ناصر بن عمير بن ناصر رمزان النعيمي، الله يا سرابة، سرابة على أول المراكز مع الانطلاق الأول ومع أول المنطلقين، الله الله الله. المركز الثاني يتواصل، شعار بن جرحب على ثاني المراكز بانطلاقة الجافل جابر بن حسين بن جرحب المري، وثالث المراكز متصدرة لعتيق بن فراب بن قريع المري، وهنالك الوصول من قبل المركز الرابع جبارة لفرج بن حمد العوض المري، وخامس المراكز تتواجد المتحدة سالم بن سعيد بن مهير المري. ولكن أعود على أول المراكز، أعود مع المركز الأول مع الكيلومتر الأخير، الله يا سرابة، سرابة على الصدارة، سرابة على المقدمة بهذه النوعية النادرة منذ الانطلاق متحمل المسؤولية، ولكن الجافل يبدو بأنها سوف تغير الأمور وتنطلق مع الصدارة، وبدأت تجفل بهذه اللحظات. الجافل 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 بدأت تجفل من أصوات الأجهزة وتنطلق إلى أول المراكز. تعود الملكية لجابر بن حسين بن جرحب المري، من يقدم الجافل على أول المراكز مع التقديم المميز ومع الانطلاق الرائع على الصدارة. الجافل الجافل وبن جرحب يقدم الجافل، الله يا الجافل. ولكن سرابة، سرابة على المركز الثاني، ناصر بن عمير بن رمزان النعيمي مع المركز الثاني، والجافل على الصدارة، الجافل على المقدمة. أرجوك يا بن جرحب، نتمنى سلامة الجافل، لا تقول لا شيء، المنطلقة مع الصدارة. الجافل الجافل الجافل، جابر بن حسين بن جرحب المري يقدم الجافل مع الصدارة، خير تقديم مع المقدمة. ولكن سرابة، سرابة والجافل، الجافل وسرابة، وهنالك قدوم الأسماء. يا سلام يا الذيبة، غانم بن عبد الهادي الشواني برفقة الذيبة على المركز الثاني، غيرت الذيبة وانطلقت إلى أول المراكز. الذيبة 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 هي المنتصرة، سلام الذيبة، سلام سلام الشواني، سلام غانم بن عبد الهادي الشواني، قدم لنا الذيبة وحصلت على أول المراكز. المركز الثاني كان وصول من قبل الجافل لجابر بن حسين بن جرحب المري، المركز الثالث كان التواصل من قبل الجزيرة لجابر بن علي بن جرحب المري.